دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم من نينوى الجريحة والأسيرة وقلبها النابض الكبير، نهديكم أجمل تحية مفعمة بعبق التاريخ والحضارة. لا يخفى على سيادتكم المشاكل والمعوقات المعقدة التي تعتري جميع مفاصل الحياة اليومية في نينوى، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام والذي بدوره أثر بشكل مباشر على سبل عيش المواطن وقوته اليومي. وكما تعلمون سيادتكم أن من أهم الأسباب ذلك هو عدم نهج سياسة مالية رصينة مع سوء إدارة السياسة النقدية، ناهيك عن تذبذب سعر صرف الدولار وتدني قيمة الدينار العراقي، يرافقها فساد إداري ومالي أوشك على أن يهلك الزرق والضر على حد سواء. ثمة نقاط أساسية نود أن نلفت عنايتكم إليها وتتمثل فيما يلي: عدم اقتصار الزيارة للجهات الحكومية والرسمية، لأنها بحكم انتمائها الحزبية والإدارية ستسير أداؤها. ثانيا، عدم فرض حظر التجوال كما يفعل في المدينة أثناء زيارة الشخصيات الرسمية حفاظا على أرزاق الناس وسبل عيشهم. ثالثا، أن تتضمن زيارتكم لقاء الناس في الأحياء الشعبية ومناطق الموصل القديمة مثل الشهوان والميدان والقلعات، والاطلاع على فظاعة الدمار الذي أصابها والاطلاع على تفاصيل حياتهم مباشرة، فهي المجس الحقيقي والمرآة العاكسة لمعاناة الأهالي، وسترون ما يدمي القلوب ويسيل الدموع. رابعا، معرفة مصير الأموال محافظة نينوى منذ 2017 ولغاية اليوم، وأوجه صرفها، وما مسألة النسبة إلى 20% يقف وراءها. خامسا، ملف التعويضات السلحفاة الذي يستغرق سنوات بسبب الروتين القاتل والبيروقراطية المقيتة. سادسا، ملف الوقود والطاقة من البنزين الأبيض والغاز والمولدات وتسعيرتها الباهظة، والذي بات عصيا على الحل. سابعا، ملف المساءلة والعدالة والتدقيق الأمني وما تركه من أثر سيء في نفوس الناس وضرورة تفعيل إلغائه. ثامنا، ملف النازحين المخجل بحق الكرامة والإنسانية. تاسعا، ملف الصناعة المعطل عن قصد، سيما معامل الأدوية، كون ملف الصحة يحظى باهتمام خاص لديكم فضلا عن حال المستشفيات البائس. عاشرا، ملف الزراعة المهمل، فبعد أن كانت نينوى سلة خبز العراق أمست تستورد كل شيء، ناهيك عن وأد مشروع ري الجزيرة الذي يبعث الحياة من جديد ليس في نينوى فحسب بل العراق بأكمله. 11، ملف الإعمار والبنى التحتية من مصانع وجسور وفنادق ومصارف، والذي يمثل المقياس الحقيقي لتطور البلدان. 12، ملف العقارات الذي بات العوبة بيد المتنفذين من خارج المحافظة في الاستيلاء على الأراضي المميزة وتخصيصها خارج الضوابط للوافدين من خارج المحافظة، ومنع الأهالي من البناء، وضرورة تطبيق قرار توسعة المدينة مدينة الموصل 7 كيلومتر، والسماح كانت المناطق المختلف عليها بالعودة إليها. 13، استبعاد
أبناء المدينة من تولي مناصب أمنية وإنصافهم بالحصول على حصتها من التعيينات في مؤسسات الأمنية والكليات العسكرية، ناهيك عن تأخر ترقيات المنتسبين غير المنضمين للأحزاب وكتل معينة. 14، الغبن والإجحاف الذي طال منتسبي القوى الأمنية الذين لم يغادروا المدينة أثناء استيلاء عصابات داعش عليها، والذين تم إعدامهم على يد خوارج العصر، سيما الذين صدر بحقهم قرار من المحكمة من الحكومة السابقة واعتبرتهم هاربين، وهم من قدموا أرواحهم فداء للوطن غير آبهين بمعاناة عوائلهم من ضنك العيش، ناهيك عن عدم احتسابهم شهداء يضاف إليهم ضحايا الخسفة من المفقودين من العسكريين والمدنيين.